سلام، اهلا بتونس متاع كوكب الارض، ريزيدونس درب التبانة. اجا نهزك نعملو دورة في نظيرتك الالتر ايجو بتاعك في مجرة سديم الاخشيدي. انت بطبيعتك ما عندك شيء جديد وقاعدة تلكلك في نفس الحكايات عندك شهور. تقع مجرة سديم الاخشيدي في خيال انصاره بين خط طول التاريخ وخط العرض الذي يقرره الشعب، خاطر غادي راهم يكفروا بالارقام ويؤمنوا اللي الارواح الشريرة تسكن في الارقام الصحيحة. واليوم باش نكتشفوا مع بعضنا المزيد من معتقداتهم واسلوب عيشهم. يعيش الأخاشدة في جماعات مكثفة تستوطن في جروبات الفيسبوك المغلقة وتتغذى على الأساطير والخرافات، وتتكاثر مرتين أو ثلاثة أسبوعيا، عادة في موسم استقبال رئيس الجمهورية لرئيسة الحكومة. وهم يتميزون عن بقية الكائنات البشرية والثدييات العليا بتطور الفص التيلاني للمخ المسؤول عن اختلاق الأوهام، مما مكنهم من بناء حضارة عريقة وعظيمة ومزدهرة وصل إشعاعها لأطراف الكون وآخر التاريخ، رغم أنها تعيش حصريا في ريوسهم. وفيما يلي سرد لأهم المعتقدات اللي طلعوا بها في الأيام الأخيرة، خاطر كان باش نبداوها من الأول مش باش تتفض معناها. الحليب الليبي يملأ الأسواق التونسية والباكو بدينار ومئتين فقط، وفات مشكلة الحليب، والتوانسة شيخين وقالوا بصوت واحد موتوا بغيظكم يا محتكرين. على ذكر المحتكرين، فما تصويرة يدوروا فيها متاع صرصوت كماين في الكياس، ما نعرفش من أنا بلاد، أما ظاهرة مش من تونس. هما يؤمنوا أنهم هذوكم كماين الحليب التونسي اللي توا خرجوه المحتكرين على خاطرهم خايفين. ولكن معتقدات وميثولوجيا الأخاشدة لا تنحصر في تسكي حليب، بل أنها تزدهر وتينع خاصة مع الفلوس، رغم التطير المعروف عنهم تجاه الأرقام الصحيحة. مثلا هما يؤمنوا اللي الدولة لقات منجم فيه 100,000 طن ذهب. 100,000 طن، تعرف أقوى مخزون متاع ذهب في العالم عند شكون؟ عند أمريكا. تعرف قديش عندها؟ 8,000 طن. والأخاش ده لقاو منجم واحد فيها 12 مرة قد أمريكا الكل. ولازم نقولوا أن أسطورة الثروات اللي تهبط من السماوات متجذرة بعمق في وجدان الأخاشدة. أما ما ننسيوش الفلوس، قال لك أنس جابر عندها 30 مليار دينار حطتهم في فرنسا، علما أن ميزانية البلاد كلها طيلة سنة 2022 هي 60 مليار دينار. أنس جابر وحدها عاملة شطرهم حسب معتقدات الجماعة. طبعا بربي نحترموا معتقدات الناس يعيشكم، ما نسخروش من معتقدات بعضنا. خليونا نكتفي بدراستهم وتناولهم بالبحث والتمحيص بدون تعالي أو أحكام قيمية، خاطر غايتنا الوحيدة هي العلم، ودافعنا الوحيد هو الفضول العلمي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، ونلتقي في الحلقة القادمة من هذه السلسلة الوثائقية الفتية.